تحت بيا ما بكيف تحت كيفاش يفاد الكوترين كيفاش مش تقول معناها نحلي نقعد معاهم كل نبيت معاهم وكل شيء معاهم ما ريت تخرج منها راه ما مفارك تفوت الباب ديريكت راه مشاتو في الكلات راه نفسي الله يرحم من مين تربينا رجل ونبقوا رجل حتى شي خير نفس حياتي ما فماش اصحاب في تونس خاطر الطاول اللي يقول لك اصحاب مصالح معناها هيا نعملوا هيا نمشوا هيا كذا هيا كذا هيا كذا اما كي تطيح بيك برج وليم تلقى حتى حد معاك طاحت بيكم لقيت حد من اصحابك؟ باهي طاحت بيا وما لقيت حتى حد لقيت امي بابا ولقيت ولاد حومتي اما اللي كنت حاسبهم اصحاب لي ما لقيت حد خاطروا شنيا خاطروا كيفاش كتريهم كيفاش قاعدين وتريهم كيفاش يضحكوا وتريهم كيفاش يفادلكوا وتريهم كيفاش مش تقول معناها نحلي نقعد معاهم كل نبيت معاهم وكل شيء معاهم ما ريت تخرج منها راه ما مبارك تفوت الباب ديريكت راه مشاتو في الكلات راه في شكلية حاجة صغيرة بار اكزامبل اللي قاعد جروب تقعدوا فيه يقعدوا في قهوة ولا حاجة ياسر باش تمشي كملوا لك ماسك بار اكزامبل حق قهوه حق راهو عنده فلوس راهو حاجه راهو عنده فلوس يقول لك ما عنديش علاش خاطر كنا ولا 9 شهور راه ما فما حتى حد زايد على الاخر وقتنا هذا حتى حد راهو زايد على الاخر كنا ولا 9 شهور يا ما علاش يعني علاش السؤال هذا علاش خاطر كنا تربينا هكاك راه في الضحكه لقيتهم وقت اللي طاحت بيك ما لقيت حد فيهم لا لقيت حد نفسي الله يرحم من مين معروف المثل هذا حسيتها وجعتك برشا الحكاية عادي أثرت فيك برشا كان علي أنا ما عادي سمعني في الكلمة ربي معاهم وما عم بيلي بحتى حد راه بخلف أمي وبابا وعائلتي وما عم بيلي بحتى حد من الأصحاب نمشيوا للحب شنو هو الحب بالنسبة ليك؟ فماش حب في تونس كيف ما فماش أصحاب ما فماش حب زادا؟ فماش حب في تونس شنو هي فما تفما الحب في تونس وقت لبسة وقتك راهب وقت يروك عندك هذوكم هما مش يروك مثلا على طبيعتك على رجلتك على برشا حاجات لي يروك من وقت هذا وقت ما ظاهر الكلام هذا عن تجربة شخصية هاي على طول وقت عرفت كل شيء عرفت الباهي وعرفت الخايب وعرفت شكون اللي معايا وشكون ما هوش معايا وصفيت عرفت انا هو اللي معايا وانا ما هوش معايا وعرفت انا مش كيت مثلا كنت تحبي شكون نلقى عرفت شكون تحبي شكون نلقى صفيت اموري وفرحان اللي تخليت عليهم وجوي احلى جو شيخ بترين مون تي اي كي بيسيونال شيخ كما نحب انا جوي بي كا يعني نجمت تعوض وجودهم في حياتك عرفت العباد الكل خلطت من تصورهم في راسك شنو هي الحومه اللي في راسك خالد من ما عرفت انا واللي انا واللي بيه معنا بيه معايا وانا مش بيه معاه نسيتو وشنو تعلمت ثقه لي قالت ما تعطي الثقه لحد حتى واحد في الدنيا ما يستحق انك تعطيه الثقه لا بخلاف مع عائلتي وامي بابا نعطي الثقه لحد كلمتي نقولها ما نحشي من حتى حد فازة صارت لك من أصحابك وما تنجمش تنسيها فازيت مش فازة نحكي لك أقوى فازة صارت سامحني أختي كيفاش مثلا تدقات في قهوة راي قد ما نحكي لك ما الطفلة معناها بنت خالتي ماشي صاحبتي معناها تز التليفون تطلب صاحبتي راه صاحبة قاعد في قهوة معك مع صاحبة بتاع شنيا ايش تقصد بيه معناها بتاعت كم بيد هكا ولا ليه؟ انت بتاع شنية معناها تكون بدي ذي معناها كنت جيت صاحبتي معناها بلغة أخرى معناها بشنو قد معها في القهوة راني سترازي تروح ومشيت لأي بلاصة في راسك ما ساعات تشوف حكاية تسيت تهبلك في راسك تكوخك يخطر من بعليش معناها
ما تربينيش رانا نحن ذي بلو بتزفزيف وبالغدرة وبالكذب وكذا، ليه تربينا رجل ونبقوا رجل حتى شاخر نفس حياتنا، تربينا هكاك وصل علينا ولاد الجنوب قولوا ولاد توزر كيفاش.